أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. دائما في إطار تغطيتنا لفعاليات المؤتمر الوطني العاشر للطرق، يسعدني أن أستضيف في بلاطو القناة بالسيد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل. أهلا بكم سيد بوليف. مرحبا وسهلا. أولا سيد بوليف، ما هي انتظاراتكم يعني من تنظيم هذا المؤتمر بالحسيمة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى عليك على أنه بالفعل اليوم المغرب والحمد لله في إطار التجربة دياله في المجال ديال البنية التحتية يعتبر واحد المرجع على الصعيد الأفريقي والعربي وأيضا على الصعيد الدول النامية وأيضا الدول الصاعدة، وهذه التجربة لا بد وأن تكون لها فضاءات، هذه الفضاءات اللي من خلالها يمكن عرض التجارب، ولكن أيضا يمكن نستفيد من التجارب الأخرى ديال الدول المتقدمة وأيضا الدول التي تشتغل في مجال ديال الطرق. وبالتالي هذا المؤتمر العاشر للطرق أبنى على تنظيمه لسنوات عديدة، والحمد لله هذه الاستمرارية فيها إشارة واضحة على أنه بالفعل الوزارة قائمة وتعمل على أساس أنه تتابع كل ما هو مستجد. فإذن الفضاء ديال المؤتمر العاشر يسمح لنا بالأساس أولا أننا نعرض التجارب المغربية والتجربة المغربية بالأساس مجال الطرق، مجال البنية التحتية على العموم، وأيضا أننا نستفيد من التجارب الأخرى لأنه تكون واحد النوع ديال النقاش اللي هو مفتوح مع الفاعلين ومع الخبراء ومع أيضا السياسيين، والحمد لله هناك بعض الوزراء الأفارقة اللي حاضرين معنا في هذا المؤتمر. وأيضا هو فرصة اليوم باش نعيد النظر في ما قمنا به إلى حد الآن، وأيضا في استشراف المستقبل. تعلمين لأنه في المغرب اليوم الحديث على نموذج تنموي جديد، وهذا النموذج التنموي الجديد عنده مؤسسات ومقومات اللي هي بنيوية، وجزء منها مرتبط أساسا بالتنمية في حد ذاتها، ولا يمكن أن نقوم بالتنمية إلا من خلال البنية التحتية، إذن من خلال الطرق. إذن هذا البحث عن النموذج التنموي اليوم في هذا المؤتمر، بحكم أننا انتقلنا إلى موضوعين هامين اللي هم الأساس ديال المؤتمر اللي هم التمويل والحكامة. المغرب خلال 30 سنة الأخيرة كانت عنده مجالات ديال التمويل متعددة ومداخل متعددة، من خلال الميزانية ديال الدولة، من خلال الشراكات، من خلال أيضا ما يمكن أن يعرف بليفون اللي عندنا في المجال، لكن تبين على أنه باش نوصلوا الطموحات اللي عندنا، باش نلبيوا الطموحات ديال المغاربة كاملين، باش نوصلوا للقرى كلها واحد النسبة ديال التغطية اللي تفوق 80% اللي احنا عندنا الآن في الطرق القروية، يجب بالفعل أن ننظر في مسائل تمويلية جديدة وفي أفق تمويلي جديد. إذن هذا الموضوع نظن على أنه المؤتمر هذا يعطي في بعض الإشارات وبعض التوصيات. والموضوع الثاني الآخر، مهما قمنا به في مجال البنية التحتية والطرق، إذا ما كانش حكامة لتدبير هذا القطاع لا يمكن إلا أن تحصل لنا بعض المشاكل. إذن الحكامة والتمويل بغيناهم اليوم، وتنتظر من المؤتمر على أنه يعطينا توصيات حقيقية ويباشر في التفكير مع الفرقاء ديالنا والشركاء ديالنا في المستقبل ديال هذه الحكامة وديال التمويل. ثم ما غاديش نقول بالصدفة، ولكن بالتدبير لسنوات اليوم كان عندنا عقد برنامج مع المهنيين ديال القطاع ديال البي تي بي ديال الأشغال العمومية، فاليوم التوقيع ديال هذا الاتفاق قد يعطي إشارة، ويبدأوا اليوم يقولوا يهضروا الناس على الحسيمة، على التوقيع ديال الاتفاقية بالحسيمة. إذن هذه الاتفاقية المنتظرة قد يعطي نفس جديد ودفعة جديدة للمجال ديال البنية التحتية وأساسا البي تي بي والطرق، وهذا من خلال البرامج المستقبلية، من خلال التمويل، من خلال إشراك الفاعل ديال القطاع الخاص، من خلال أيضا المجال ديال التشغيل اللي غادي يكون فيه، لأننا تنقولوا أنه في هذه الفترة ديال عقد البرنامج غادي نخلقوا أكثر من 220 ألف وظيفة جديد، بمعنى أنه هذا العقد البرنامج بحد ذاته كان مبتغى. استطعنا أننا في هذا المؤتمر إن شاء الله برئاسة الأخ رئيس الحكومة مشكورا أننا نعطيه إشارة نوعية في هذه المدينة ديال الحسيمة، وهي عندها دلالات كبيرة جدا. نمر الآن إلى قطاع النقل، بصفتكم مسؤولا عن هذا القطاع، نعم. يعني ما هي الإجراءات التي تقومون بها لمواكبة يعني تطور الشبكة الطرقية بالمغرب وازدياد الإقبال عليها يعني من طرف المرتفقين؟ هو لا يخفى عليك على أنه من تكون عندنا وزارة ديال التجهيز والنقل بالإضافة إلى اللوجستيك والماء، فإذا كاين واحد الربط مباشر بين ما هو التجهيز وما هو نقل، باعتبار أنه الاستثمارات التي تكون في مجال الطرقات وفي مجال التجهيزات عموما سواء كانت موانئ أو مطارات أو غيرها، إلا والهدف منها هو تقديم خدمة للمواطن، وهذه الخدمة للمواطن ماشي هي
بناء الطريق بقدر أن الخدمة المواطنة هي أن الطريق ستكون وسيلة أولا لإيصال المنتوج اللي هما البضائع وأيضا لإنتاج البشر اللي هما المسافرين. فإذا القطاع ديال النقل تدبر هذا المجالين، مجال ديال نقل البضائع ونقل المسافرين. اليوم هناك اجتهاد اللي احنا خدامين فيه مع المهنيين على أساس أننا نعيد النظر في المنظومة ديال نقل المسافرين كلها، وهذا من خلال أولا رفع المستوى الجودة ديال الأداء ديال الخدمات، وهذا شيء أساسي لأنه ميمكنش تكون عندك جودة في الطرق ونديرو الأوتوروت ونطرق السيارة ونديرو ليفا إكسبريس ونفتحوا على المجال إذا كان الوسيلة ديال النقل اللي غتمر عبر الأوتوروت ولا حتى هي مهترئة ولا ما تتوصلش للمبتغى المطلوب. وبالتالي اليوم هذا الحوار اللي عندنا مع المهنيين على أساس أننا نديروا عقد برنامج في مجال نقل المسافرين، الهدف منه بالأساس هو أننا نرقوا مستوى الخدمة والجودة وأيضا نفعلوا القطاع من خلال نمشيو نحو مزيد من الشفافية، داكشي ديال الكريمات وغيره ما يبقاش بالمفهوم ديالو القديم، ونمشيو أيضا نحو مزيد من الجودة ومن المهنية. اليوم القطاع كما تعلمين فيه واحد العديد من الفاعلين اللي ماشي ضروري مهنيين اللي عندهم الكريمات سواء كانوا فنانين أو رياضيين أو إلى آخره. فاليوم في إطار المسايرة والمواكبة ديال البنية التحتية التي تتحسن وتتطور يجب أن ننتقل في مجال ديال النقل ديال المسافرين بالأساس ثم البضائع إلى مستوى أفضل. الجانب الثاني هو الجانب ديال المراقبة، اللي بالنسبة لنا مراقبة اللي مرتبطة أساسا بالسلامة الطرقية هي أمر أساسي. فإذا نحن طرف في مجال ديال النقل في البنية التحتية تنشوفوا المواقع اللي بالفعل غادي تكون فيها سلامة طرقية، وأيضا المقاطع اللي تتكون فيها عندنا خلل واللي تتأدي إلى أنه تنسميها لي بوان نوار، دونك النقاط السوداء، من خلال أساسا الحوادث ولا غيره. تنشتغلوا مع القطاع ديال التجهيز على أساس أنه نشوفوا أفضل السبل. ثم أيضا كاين ما يعرف بالمراقبة اللي هي التقنية ديال العربات على الطرق. أيضا اليوم نشتغل على أننا في مجال النقل ديال البضائع أننا نخلقوا فضاءات اللي من خلالها نقللوا من ما هو زائد من الحمولة الزائدة، لأنه الطريق اليوم تنصوبوها ولكن كاين إشكال ديال الصيانة ديال المانتنونس. فإذا كان ما ترقبوش في المجال ديال النقل ما يمر عبر هذه الطرق اللي تكون عندك فيها 12 عام مثلا ديال المدة، يمكن في 3 سنين 4 سنين 5 سنين تمشي لك الا ما كانتش فيها مراقبه ديال الحموله. فاذا هذا ايضا مجال الذي نشتغل عليه في مجال ديال النقل. ثم ايضا نشتغل على كل ما هو مرتبط بالسلامه الطرقيه، اذا وضع الرادارات في الاماكن في الطرق الجديده. اليوم عندنا ممرات جديده التي تفتح مثلا غير لاروكاد اللي عندنا من تطوان للحسيمه، هذه لاروكاد دارت في البنيه التحتيه ولكن ما كانش عندنا فيها مثلا رخص ديال الحافلات ديال نقل المسافرين. اذا حنا تنضطروا اننا بالفعل نمشيو في اطار المسايره ديال ما هو مستجد مجال التجهيزات الأساسية والطرق أيضا الاستثمارات على أساس أننا نشوفوا هذا المجال ديال خدمة جيدة، مراقبة، ثم وضع الأسس باش داك الطرق تكون آمنة وفيها السلامة الطرقية. إذن ربما لألخص ما قلتم سيد بوليف، تعيدون يعني مرتفقي الطرق بخدمات جيدة مستقبلا وبحافلات أكثر أمانا وأكثر راحة. هذا دور الوزارة أنه بالفعل تسطر الخطوط العريضة باش نوصلوا لهذا المبتغى اللي تكلمت عليه. هو دور اللي ضروري خص المهنيين يكونوا طرف فاعل فيه وشريك. يمكن نقول لك ان الجزء الكبير اليوم الحمد لله منخرط في الديمومة الاصلاحيه، وان كان هناك دائما بعض، لان في اي مجال اصلاحي الا تكون بعض اللوبيات اللي ما تيبغيوش يبقاو فيما هو عليه، لكن الحمد لله اليوم المهنيين يسايرون وهم مستعدين حتى هما يواكبوا هذه الاصلاحات، وهم مقتنعين بانه مزيد من المهنيه ومزيد من الشفافيه لا يمكن الا ان ترجع الفئه ديال المسافرين اللي اليوم مشاو للوسائل الاخرى ديال النقل، ماشي ضروري النقل الطرقي وانما اختاروا نقل امن اخر اللي هو يمكن نقول لك النقل الجوي ولا النقل السككي. وان كان احنا بالنسبه لنا كل هذا مرتبط بالمنظومه اللي هي داخله في اطار العمل ديال الوزاره، وبالتالي لا يمكن الا ان نشجع انواع وانماط النقل كلها بضربه واحده. نعم اكيد. يعني ارتباطا دائما بتطور وسائل النقل في المغرب، المغرب انخرط في مسار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ما هي الإجراءات التي تقومون بها يعني لسيرورة في هذا المسار ولي يعني الحفاظ على البيئة من خلال نقل يعني مستدام ونقل نظيف؟ هو بالفعل هذا المجال عندنا فيه عمل يمكن نقول لك كبير جدا ويصعب أن أحصي في بضعة دقائق، لكن في بضع دقائق، لكن ما يهم وأنه القطاع ديال النقل وزارة التجهيز والنقل هي منخرطة فيما يهمها في مجال ديال النقل في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عندنا فيها أهداف حددناها في 2030 ثم في الأفق ديال 2050، وجزء منها مرتبط بالاستهلاك ديال الطاقة في وسائل النقل، وجزء منها ايضا مرتبط بما هو ما يعرف ليزيميسيون دي زيفي دو سير دونك السي او 2 يعني الغازات السامه، وهذا احنا مرتبط بنا كقطاع ديال النقل. فاذا الجزء اللي هو مرتبط في الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه نحن نعمل على انجازه، الجزء الاخر مرتبط بما يعرف بالاستراتيجيه الوطنيه للتنميه اللوجستيه اللي هي فيها مؤشرات، اللي هي بالإضافة إلى المؤشرات ديال التكلفة، مؤشرات ديال الرفع من مستوى الناتج الداخلي الخام، فيها مؤشرات مرتبطة باستهلاك قطاع النقل لنسبة معينة ومحددة اللي حددناها في 2035 واحد النسبة ديال 32%، واللي بالفعل الهدف منها هو أننا نكون عندنا نقل مستدام في المجال ديال المنظومة النقلية. ثم اليوم نشتغل على إجراءات اللي هي إجراءات ميدانية، الإجراءات الميدانية من قبل الميزانية ديال 2019 كما الميزانية السابقة درنا ما يعرف بالمنحة ديال التكسير وديال التجديد ديال الحاضرة وتنوسعها كل سنة تنزيد نوسعها، بمعنى أنه الحافلات القادمة الشاحنات القادمة اليوم مشينا حتى للسيارات ديال التعليم، مشينا حتى للسيارات ديال النقل القروي النقل المزدوج، من تيوصلوا واحد الفترة ديال واحد السنة إما أنهم تيمشيو للتكسير نكسرهم لأنهم تيوليو ضرر على البيئة، ولا أيضا نجددوهم تنعطي واحد الدعم واحد التمويل. نعم هذا إجراءات اللي الحمد لله اليوم نحن ماشيين فيها واللي اليوم العديد من الفاعلين المهنيين يواكبون فيها. وكاين الجانب اللي هو مرتبط أيضا بالمراقبة التقنية، من تنقول المراقبة التقنية اليوم السيارات ديالنا الحافلات ديالنا المركبات ديالنا الشاحنات ديالنا خصهم يمشيوا للنور انترناسيونال بمعنى المعايير الدولية. نحن نشتغل على أنه نكون من بين يمكن نقول لك البلد الأفريقي الواحد الأول اللي غينتقل معايير في المراقبة ديال ليزيميسيون الأوروسيس، وهذا الأوروسيس هو اللي معمول به اليوم في الاتحاد الأوروبي بمعنى معايير جد بيئية اللي ما يمكن شي واحد يوصل لها إلا بجهد جهيد، وفيه بالفعل إضافة التكلفة وهذا الشيء نشتغلوا مع المهنيين. وأيضا فيه الجانب اللي هو إذا بغيت تقول مرتبط بالفاعل المهني بالسائق، حتى السائق اليوم يمكن لجوج ديال الناس يسوقوا نفس السيارة 100 كيلومتر وواحد يستهلك 20% أقل من الآخر، لأنه السياقة المهنية اليوم بالفعل السياقة المهنية اليوم ماشي غير سياقة بالمفهوم التقليدي، وإنما هي سياقة التي تعتمد المبادئ البيئية. فإذا اليوم في إطار سياقة مسؤولة بالإضافة إلى معايير اليوم اللي هي مهنية وتقنية التي يجب أن نعلمها ونعرفها. اليوم تنديروا حصص ديال التكوين وبديناهم مع المدربين وتنشتغلوا في اطار البرنامج ديال البطاقه المهنيه ما يعرف بليكو كوندويت، ليكو كوندويت بمعنى السياقه التي تؤدي الى الحفاظ على البيئه والى التقليل من الاستهلاك اللي هو استهلاك اللي هو مرتبط بالطريقه اللي بعض المرات تكون غير ملائمه للسياقه. فاذا في هذا المجال ايضا نحن نشتغل على اساس اننا نفعلوا الاليات ديال المهنيين حتى هما ينخرطوا في هذا المجال. ثم عندنا ما يعرف اليوم واحد الورقه ديال الطريق ديال الحركيه لا موبيليتي دورابل، الحركيه المستدامه، والحركيه المستدامه مرتبطه بمختلف انماط النقل وفيها مؤشرات واشارات واضحه، مثلا الارتقاء بالاداء ولا بالتموقع ديال الترام كوسيله ديال النقل في المجال الحضري بالاساس، المحاوله ديال الاشتغال على الكهرباء ديال السكك الحديديه لانه غادي يكون على صعيد استهلاك البنزين، ولا تطوير السكك الخط السير الفائق السرعه راه داخل في هذا الفكره ديال التنميه المستدامه، لانه بحكم السرعه غادي يكون الاستهلاك في الزماني غادي يكون اقل وبالتالي الاستهلاك ديال الطاقه غادي يكون اقل. اذا هذا النقل المستدام حتى هو من اطار ما يعرف ورقه خريطه الطريق لا في دروت اللي عملنا فيه واحد 9 ديال المحاور اساسيه واللي هي مرتبطه ترانسفيرسال ما هو افقي، ولكن ايضا مرتبطه واحد العديد ديال المهن اللي هي داخله في المجال ديال النقل احنا تنشتغلوا عليها، بالاضافه الى الحركية الطرقية بالأساس لانتر موداليتي اللي هو مجال من المجالات اللي تنشتغلوا عليه أيضا باش نمكنوا مستعملي الطريق باش يكونوا في مستوى ديال الاستفادة من تجارب دولية. هو أكيد أنه اليوم المغرب عنده تجربة والتنظيم ديالو ديال الكوب 22 في مراكش ثم أيضا الحضور ديالو بتقديم هذه الورقة في الكوب 23 في بون، وأيضا الاشتغال على أساس أنه يكون أول بلد عربي أفريقي اللي يعطي إشارات قوية في هذا المجال باعتبار أنه كما تعلمين اليوم
تامين درنا الاستراتيجية الوطنية ديال الطاقات المتجددة اللي سماجيستي بشخصه تحرص على أنها تطبق في التوقيت ديالها بالمؤشرات ديالها. فهذا عطانا واحد النفس جديد على أساس أنه القطاعات كلها ماشي فقط القطاع البيئي اللي هو القطاع الوزارة الكتابة الدولية المكلفة بالتنمية المستدامة هي فقط اللي معنية، ولكن اليوم جميع القطاعات اللي هي معنية وكاين متابعة حاتيتة ديال الهيئات العليا ديال ما ينجز في هذا المجال. وبالتالي يمكن أكد لك على أنه على جميع المستويات من أعلى هرم السلطة إلى الفاعل اللي هو ميداني كل شيء اليوم تشتغل في هذا المجال وتنتصوره على أنه قطاع ديال النقل الحمد لله في إطار المؤشرات اللي محدد له في الأفق الزمني اللي هو محدد نحن ننجز ما هو مطلوب منا، وربما غادي نتقدموا في المستقبل. ننتظر حتى في القانون المالي 2019 أنه تكون إشارات واضحة على الاستعمال ديال الكهرباء في الوسائل ديال النقل، على انه اللي تيف عنده انبعاثات غازيه اكثر نحاولوا نزيدوا الضريبه باش نقللوا من الانبعاثات الغازيه. فاذا هناك بعض المؤشرات والملامح اللي غنشتغلوا عليها في الافق ديال 2018 ان شاء الله. التوفيق لكم ان شاء الله على كل هذه التوضيحات وكل هذه المعلومات التي قدمتموها للمشاهدين. مشكورين في القناه الالكترونيه ديال الوزاره اللي بالفعل تواكبون، وايضا انتم الخط المباشر ديالنا مع الجميع مع المواطنين وايضا مع الفاعلين المهنيين باش نوصل لهم وما تكون عندهم اراء ايضا اللي احنا ناخذوها من خلالكم. شكرا. مرحبا بكم دائما على قناتنا. شكرا لك اعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم والى لقاء مقبل بحول الله.